بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء عن الأحكام المتعلقة بالتيمم عن هذه التراجم التي صلى لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التيمم، ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب في الغسل للجمعة. ما زلنا بنتكلم تحت كتاب الطهارة، وبيتكلم من خلال هذه التراجم عن الجمعة وعن غسل الجمعة، فقال باب في الغسل للجمعة. ثم ذكر العديد من الروايات تحت هذه الترجمة، كانت أولى الروايات رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر تحتسبون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأ. فقال عمر الوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ يقول في ذلك عمر رضي الله عنه كما يذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحدثون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ثم ذكر الرواية الثانية وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر أيضا رواية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل محتلم راح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. قال أبو داود رحمه الله إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصف إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال يقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو هريرة رضي الله عنه وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن ومس في الطيب ولو من طيب امرأته ويمس من الطيب ولو من طيب امرأته. ثم ذكر أيضا رواية عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يرتب ودان من الإيمان فاستمع ولم يرغب كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم ركر وابتكر ومشى ولم يرتب ودنا من الإمام فاستمع ولم يرغب كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أجر صيامها وقيامها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة
واغتسل. قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وساق نحو ذلك الحديث السابق. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلم عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لقى وتخطى رقاب الناس كانت له زهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلم عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لقى وتخطى رقاب الناس كانت له زهرة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. قال في ذلك المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية أن مكحول رضي الله عنه رحم الله سئل عن هذا القول: غسل واغتسل. قال: غسل رأسه وجسده. مكحول رحم الله سئل عن هذا القول: ما معنى غسل واغتسل؟ قال: غسل رأسه وجسده. غسل رأسه وجسده. قال أيضا في رواية في غسل واغتسل: قال سعيد: غسل أي رأسه وغسل جسده. ثم نقل رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال النبي أنا صلى الله عليه وسلم: من اغتسل، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وراح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذه جملة الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، فما ذاك في الغسل للجمعة. يتكلم عن حكم الغسل في يوم الجمعة، هل هو واجب بيأسًا بتركه أم هو من السنن الآكدة؟ فترى غسل الجمعة لا آكد من أو واجب من الواجبات يأسًا من ترك ذلك، أم أنه سنة أي أنه مندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة من السنن الآكدة. فبيذكر هنا هذه الرواية الأولى وهي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة قال: إذ دخل رجل. الرجل الذي دخل هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كان عمر في بعض الروايات بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان ابن عفان فعرض به عمر، فقال عمر رضي الله عنه: أتحت بسنة عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فترضاه، أي أن عمر رضي الله عنه بينكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى إلى الجمعة بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر، بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر. ومعلوم أن الجمعة بتصح لو أدرك الإنسان ركعة كاملة مع الإمام، الجمعة أساسا تصح له جمعة لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجمعة بتدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، لو أدرك دون ركعة يستأنف ظهرا كما هو معلوم. لكن ندرك أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر، وده طبعا دليل على علو مهمة الصحابة رضي الله عنه، وكأنه عثمان بن عفان
ليس له أن يتأخر عن خطبة الجمعة حتى يرفع الإمام على المنبر، لأن نقول أن لا كحكم الأحكام الفقهية أن الإنسان يدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، ولكن مع ذلك نقول أن ده علو همة الصحابة رضي الله عنه. فما كان العثمان رضي الله عنه أن يتأخر حتى يرقى الإمام على المنبر، فكان ده صورة إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما شغلك عن طلب هذه الفضيلة التي فضائل ما كان ينبغي أن تفوت على عثمان أو على أحد الصحابة رضي الله عنه الذين كانوا معاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه أيضا يعني تمعر وجه عمر رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جاءت متأخرة لصلاة الجمعة، وكأن عمر رضي الله عنه يلحظ سورة وكأن الناس يستهينون بصلاة الجمعة، ولا أقصد على عثمان ولكن بصفة عامة هذا حدث، وبالتالي تكلم من خلاله أن الإنسان يقول أنه يصح صلاته لو أدرك ركعة كاملة مع الإمام، لكن ليس معنى ذلك هو تهاون الناس، يعني تهاون الناس أنهم يأتون بعدما يلقى الإمام على المنبر. كما هو معلوم أن هناك ملائكة بتكتب الأول فالأول حتى إذا رقى الإمام على المنبر يكتب الناس جلست يستمعون الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبكده صورة من صورة أيضا إنكار على الناس أن يأتون متأخرين إلى صلاة الجمعة، لا يستمعون إلى موعظة الإمام، لا يستمعون إلى موعظة الإمام، وبالتالي الإنسان يبكر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التبكير في يوم الجمعة، حتى على التبكير كهذه الرواية التي ختم بها أبو داود رحمه الله هذه الحديث تحت تلك الترجمة، يبقى ختم برواية أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو اغتسل في يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى يبكر، يبقى المقصد فيها التبكير إلى صلاة الجمعة، إذا يأتي قبل خروج الإمام بوقت كبير قلنا بيقرأ في كتاب ربي أو بيستغفر أو إن هو بيدعو أو إن هو يصلي النوافل حتى يخرج الإمام، لهذه الفضيلة التي تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على التبكير، وأن المؤمنين يبكرون بصلاة الجمعة، يبكرون بالذات إلى المسجد لصلاة الجمعة. فإذا صورة الاستهانة لما نجد أن الناس يتأخرون لا يأتون إلا بعدما يرقى الإمام على المنبر، صورة من صور الاستهانة، فكان ذلك الإنكار حتى لا يتتابع الناس على مثل ذلك الأمر. فعمر رضي الله عنه فقال عمر أتحدثون عن الصلاة؟ قال أي في أول وقتها. فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لا أدري الاحتباس عن التبكير، مش على الحضور، لا على التبكير، ثم أتى بعدما رقى عمر رضي الله عنه على المنبر. فقال رجل أي عثمان ما هو إلا الاحتباس إلا أن سمعت النداء فتوضأ. عثمان رضي الله عنه يبين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأ، فأنت علي عمر رضي الله عنه الصورة الثانية. وقال الوضوء أيضا أي كفيت بذلك الوضوء، يعني أتى متأخرا لم يأتي مبكرا، وكذلك أيضا ترك فضيلة أخرى وهي مسألة غسل الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ولم أشتغل بشيء معنى كلام عثمان رضي الله عنه إلا أن سمعت النداء فتوضأ، وأردت الصلاة ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء. فقال عمر رضي الله عنه الوضوء أيضا هذا إنكار آخر على ترك هذا الواجب ألا هو غسل الجمعة، أو أنها سنة مؤكدة كما حذر وكما ذكر غالب العلماء. فعمر رضي الله عنه أنكر عليه ذلك الأمر. قال المعنى ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل واقتصرت على الوضوء أيضا؟ يبقى ده سورة إنكار عمر رضي الله عنه، مع رغم أن هو لم تفوت الجمعة على عثمان ولكن فاتت هذه الفضيلة، فاتت الفضيلة، الجمعة أدرك ركعة ولكن فاتت هذه الفضيلة، وعلى أمثال عثمان رضي الله عنه ما كان ينبغي أن تفوت عنهم هذه الفضائل، قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في الفضائل، في فضائل الأعمال،
لا نقول انهم كانوا يتسابقون في الواجبات والفروض، قلنا هذا امر مفروغ منه، ولكن كانت المسابقه وعلو همه الصحابه رضي الله عنهم على امثال هذه الفضائل، فكان انكار عمر رضي الله عنه ينكر على مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلنا على اساس ان هو بيقتدى بفعله، وكذلك ايضا حتى لا يكون صوره الظاهره هي صوره استهانه الانسان بهذه الشعائر. فقال لم يكفيك ان فاتك فضل المبادره الى الجمعه حتى اضفت الي ترك الغسل واقتصرت على الوضوء ايضا، او لم تسمعوا الى تنبيه للقوم، او لم تسمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل، يعني الامر مش محتاج الى يعني تفصيل اكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل، اي اذا اراد او اذا ذهب الى الجمعه فليغتسل، قلنا يغتسل غسل الجمعه او غسل الجنابه، المهم في الامر ان هو يغتسل حتى ياتي الى الصلاه، اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه قال فليغتسل فليغتسل. فعلى ذلك بنجد ان عمر رضي الله عنه بيذكر له سبب الانكار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يفرقون بين الواجب والمسنون، ما كانش عند الصحابة رضي الله عنهم التفريق، نقول والله ده الغسل سنة يعني مؤكدة، فكيف ينكر عمر رضي الله عنه على عثمان أنه لم يفعل هذه السنة؟ نقول الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والسنة، هذه طاعة، وبالتالي كانوا يتسابقون أيهم أكثر إسراعا في تنفيذ هذه الطاعات، خاصة من خلال هذه الكلمات التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون هذه الألفاظ التي تخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتسابقون كما ترون إلى أيهم أسرع سبقا في التنفيذ، ولذلك عمر بيذكر عثمان أولم تسمعوا أولم تسمعوا، يؤكد عليه هذه النصيحة والموعظة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبع أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف يغتسل. إذا الإمام الخطابي رحمه الله يقول أن الرواية دي فيها دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، يبقى على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس واجب، قلنا الواجب هيأثم الإنسان بدرجه، هيأثم الإنسان بدرجه. فقال ابن الرواية هذه القصة فيها دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب، ولو كان واجبا لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف يغتسل، فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب، وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يكتموا على ترك واجب، على ترك واجب. قال وزاد الله في أن من حضر الصحابة وافق عمر وعثمان على ذلك، فكان اجماعا منهم، قلنا هذا اجماع بيسميه العلماء بالاجماع السكوتي، انهم لم ينكروا، هم سكتوا لما سمعوا هذه المقاله من عمر الى عثمان، فسكت القوم كانهم يوافقون عمر على ما قال، ولكن طبعا ده بيطلق عليه العلماء هذا اجماع سكوتي، اجماع سكوتي، اجماع سكوتي ده مختلف فيه، لكن نقول هذا اجماع سكوتي على اساس انهم سمعوا مقولة عمر رضي الله عنه لعثمان، وإن كان عمر رضي الله عنه لعثمان فسكت الصحابة، والصحابة دائما لا تسكت على منكر، لو كان الكلام ده مخالف لردت هذا الكلام على عمر، فلما لم يردوا يبقى صورة الصحابة أنهم وافقوا عمر على ما قال، فكان بذلك قال البعض أنه إجماع على أن غسل ليس شرطا في صحة الصلاة وإسلام استدلال قوي. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله ذكر من خلال هذه القصة أن غسل الجمعة ليس واجب، قال لو كان واجب ما كانش عمر رضي الله عنه طلب عثمان بن عفان إلا وأمره أن يذهب حتى يغتسل، وأن الصحابة وكل ده كان في حضور الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، وبالتالي لو كان هناك مخالفة لأنكروا ذلك الأمر، ولكن وافقوا عمر وعثمان على تلك المقولة، وبالتالي قالوا يبقى فيها أنه ليس بواجب. والبعض قال ان ده كانت مؤكد الصحابه عباره عن اجماع على ان الغسل ده ليس شرطا في صحه الصلاه استدلال قوي. المفارق ما بين امرين، غسل الجمعه شرط في صحه الصلاه ولا غسل الجمعه واجب؟
في فرق ما بين الامرين، غسل الجمعه واجب ولا غسل الجمعه شرط لصحه الصلاه؟ لو قلنا غسل الجمعه ده يعني ليس بشرط في صحه الصلاه فده كلام مقبول، هذا كلام مقبول، يعني بمعنى كده الذي لم يعتزل لغسل الجمعه مع المقدره على ذلك واتى لصلاه الجمعه، الجمعه بتاعته تصح؟ نعم، لان ليس من شروط صحه صلاه الجمعه الغسل، لكن ده واجب من الواجبات، يبقى الفرق ما بينه واجب وفرق ما بين ان هو شرط صحه، هذا ليس بشرط صحه لكنه واجب، يبقى على ذلك قالوا ان هو ليس بواجب على اساس ان عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بالذهاب حتى يغتسل، حتى يغتسل. يا ترى هي من الروايه ومن القصه كده هل يؤخذ منها الدليل ان هذا الامر ليس بواجب بدليل ان عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان ان يذهب ليغتسل ثم ياتي؟ ولا يرى ممكن الدليل ان هو عدم وجوب غسل الجمعه يؤخذ من دليل اخر. لكن الدليل ده هيصلح لهذا الكلام؟ نقول ليس بشرط، ليس بشرط ان هيصلح. ولا لماذا لم يامر عمر لو كان واجب؟ لماذا عمر رضي الله عنه لم يامر عثمان بالاغتسال؟ دائما كده عند العلماء لما تتزاحم الواجبات يقدمون اوكد الواجبات. نقول ان عمر عسى ان عمر لو طلب من عثمان ان يغتسل فات الفضيله فاتت الجمعه، ولا لان الصحابه رضي الله عنهم يعني في غرفتهم ما كانش فيها اطاله، ما كانش فيها اطاله كما يحدث الان، ما كانش خطبه الصحابه رضي الله عنهم هكذا، خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كلماته معدوده، كلماته معدوده ما هي الا موعظه وتذكير، يعني ما هي الا موعظه وتذكير. الجمعه اصبحت الان تعليم، الجمعه أصبح التعليم، قلنا لانصراف الناس عن تعلم أمر الدين، فاختلف الأمر واختلف الحال، يبقى كان على عهد الصحابة وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفوتون أبداً عن مجالس العلم والتعلم، فكانت الجمعة عبارة عن موعظة وتذكير، موعظة وتذكير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة، يعني بالموعظة كل حين، قلنا مخافة السآمة ولكن ده عشان يذكر القوم اللي فيه تذكير، ولكن كان حال الصحابه رضي الله عنهم انهم ما كانوا يفوتون عن مجالس العلم والتعلم. قلنا حتى بنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج على الصحابه وهم يجلسون في مجالسهم يتذكرون، وكانوا يتذكرون ما استمعوا اليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ما نزل من ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبه الجمعه اساسا للوعظ والتذكير. الوعظ والتذكير، اما الان خطبه الجمعه بتعتبر للتعليم، قلنا لان الناس انصرفوا عن تعلم الامور الشرعيه، عن تعلم الامور الشرعيه، فبيتداول من خلالها ذلك العلم، ان نقول ان هناك اناس لا يحضرون من مجالس العلم الا يوم الجمعه فقط، يعني يوم الجمعه خطبه الجمعه فقط، يبقى يكون الاسبوع باكمله هو لم يحضر درسا واحدا ولكن حضوره دائما للجمعه. فأصبحت الجمعة الآن فيها إطالة الخطبة وفيها تبقى خطب تعليمية، وده انصراف الناس عن تعلم أمر الدين. فلكن عند الصحابة رضي الله عنهم كانت كما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك للتذكير وأيضا للموعظة، فتبقى الخطبة قصيرة، وهذا من سنة من السنة ومن فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الرجل تسر الخطبة وإطالة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو عمر رضي الله عنه امر عثمان رضي الله عنه ان يذهب الى بيته ويغتسل لفاتت الجمعه، فاتت الجمعه، يبقى تزاحمت الواجبات، يبقى في واجب من الواجبات يفوت، هل نفوت واجب الغسل ولا نفوت واجب الجمعه؟ ده واجب الجمعه اكد، يعني واجب الجمعه اكد، فعلى ذلك يبقى لما تتزاحم الواجبات نقدم اكد الواجبات، نقدم اكد الواجبات. يبقى نقول والله في تضارب، كان في تضارب، لو فعل كده هيفوت كده، لو فعل كده هيفوت كده، يبقى ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ زي ما نتعلم من الله سبحانه وتعالى في الصلاه، نقول انسان لو قام في صلاته يبقى لا يقع على القراءه، ولو قعد يقع على القراءه، يبقى نقول والله لو قام فات ركن من اركان الاخراج الفاتحه، ولو قعد عليه كي يقرا الفاتحه لانه لا يتمكن من قراءه الفاتحه قائما يبقى هيفوت ركن القيام. يقول نور الله يبقى في ركن من الركنين دول هيفوت، نقدم ايه؟ تفويض ركن القيام مع تركيز على ركنيه الفاتحه، ولا اساسا يقدم ركن القيام وتفوت ركنيه الفاتحه؟ نقول لا، ركنيه الفاتحه اقوى للكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كل العلماء يقعد ويقرا،
يبقى يقعد ويقرب، يبقى لما يكون في تزاحم يبقى يفعل فعل فعلة تفوت أخرى، يبقى نقدم آكد الأفعال، آكد الأفعال. فلذلك نقول أن عمر رضي الله عنه لما لم يأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه قلنا يبقى لأن عثمان لو ذهب واغتسل لفاتت الجمعة، لفاتت الجمعة. يبقى نقول تقصيره في مسألة غسل الجمعة قلنا على سبيل هو واجب، يبقى نقول أهون من تقصيره في عدم حضور الجمعة. فيبقى هذه الصورة قلنا، ولكن هو هيؤخذ بعد ذلك أو هنعلم أن غسل الجمعة على غالب الكلام أهل العلم سنة مؤكدة مستحب وليس واجب يأثم من تركه. لكن نقول إن احنا بنتكلم على هذه الرواية يبقى لا تصلح إن احنا نستند إليها إن غسل الجمعة عند ذلك ليس واجب، لأن عمر لم يأمر عثمان. ولكن كما بينا عسى أن عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان أن يذهب إلى بيته حتى لا تفوت الجمعة، حتى لا تفوت الجمعة. لكن نفرق ما بين كما بينا بين كون غسل الجمعة واجب أو شرط صحة. يعني نقول إن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب على الرجال إن لم يكن هناك عذر من الأعذار الشرعية، وده اللي هو جواب الإمام البخاري رحمه الله، وجوب صلاة الجمعة على الرجال، وجوب صلاة الجمعة على الرجال، قلنا إن لم يكن عذر من الأعذار الشرعية المعتبر من جهة الشارع، فنقول صلاة الجمعة يبقى واجب. طب لو صلى في بيتي تصح الصلاة مع إثم ترك ذلك واجب، غير البعض قال صلاة الجمعة صلاة الجماعة شرط صحة، يعني لا تصح منه الصلاة إلا إن كانت في جماعة طالما لم يكن من أصحاب الأعذار. يبقى دي الفرق أهو. يبقى اللي قال إن صلاة الجماعة يبقى شرط صحة يبقى صلاته لا تصح حتى لو صلى منفردا طالما كان يقوى على حدوث صلاة الجمعة، على صلاة الجماعة. يبقى ده قول من أقوال بعض العلماء. ولكن القول أساسا نقول صلاة الجماعة واجبة على من لم يكن أصحاب الأعذار، والعذر طبعا إلا لابد يعتبر من جهة الشارع. فنقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وعلى ذلك لو فات صلاة الجماعة يأثم بترك الجماعة، لكن لو صلى منفردا يبقى صلاته صحيحة. يبقى نقول صلاته صحيحة مع الإثم طالما لم يكن من أصحاب الأعذار. نقول المرأة لما تخرج من العمرة أو الحج، يبقى نقول والله يعني من الواجبات الآكلة إن المرأة لابد أن تخرج مع محرم، يبقى لازم يكون معاها محرم. نقول هل المحرم ده شرط لصحة العمل ولا هو يعني واجب من واجبات تأثم لو خرجت من غير محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، لا أن تسافر المرأة بدون محرم، فبينما في الحالة ترتكب محظور. هل يا ترى ده من شروط الصحة؟ نقول لا مش من شروط الصحة، يعني هذا ليس من شروط الصحة. ولكن عند ذلك لو سافرت المرأة للحج والعمرة نقول تصح منها الحج والعمرة، ولكن تأثم لأنها وقعت في ذلك المحظور، يبقى لا أثم بالشرط صحة. فنقول غسل الجمعة شرط صحة إذا تصح الجمعة إلا لمن ابتزل، نقول لا، الجمعة ليست بشرط، غسل الجمعة ليس بشرط صحة، غسل الجمعة ليس بشرط صحة. لو قلنا حتى واجب يبقى نقول يأثم بتركه، لكن لا تأثير في صحة صلاة الجمعة لأنه ليس من شروطها الاغتسال. وهنا قالوا أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة واستدلال القوي، لكن فرقنا ما بين أن يكون غسل الجمعة واجب أو يكون شرط من شروط صحة الصلاة. قال في الرواية الثانية رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا هنا الواجبات الأحكام التكليفية بصفة عامة، يبقى منها العقل ومنها البلوغ. يبقى نقول عشان ده يكون حكم تكليفي يؤمر به الإنسان يبقى هذا يكلف أو مكلف معناه وصل إلى سن البلوغ وكذلك ثابت العقل. فقال غسل يوم الجمعة واجب، قال الخطابي رحمه الله معناه واجب واجب وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض، كما يقول رجل صاحبه حقق علي واجب. قال ليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع عليه، ويشهد صحه هذا التاويل قال حديث عمر الذي تقدم ذكره. كلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب، في فرق ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب، وفي فرق ما بين نقول ان الاحكام التكليفيه تقسم الى خمسه احكام. منها الواجب، الواجب ده مصطلح، كلمة الواجب هنا المصطلح،
غير اللفظة المذكورة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجيش والله نقول له ده غسل يوم الجمعة واجب، اهو ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده واجب، يبقى يحسن من ترك ذلك الأمر. نقول لا، الواجب هنا في اللفظة الشرعية غير الواجب اللي هو كمصطلح أصولي، كمصطلح أصولي. والأحكام التدريبية خمسة أحكام، منها الواجب ومنها المندوب، منها المحرم، منها المكروه، منها المباح. دي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. المصطلحات دي أتت عن طريق الاستفراء، أتت عن طريق الاستفراء، اتفق عليها العلماء عن طريق الاستفراء. يبقى يقول إن الأمر يفيد الوجوب، الأمر هنا يفيد الوجوب، فأضع كده يبقى هذا واجب، يبقى ده واجب. يبقى كلمة واجب نقول ما لما يستند إليها العلماء واجب أن يترك من أو يأثم من ترك ذلك الأمر، يبقى واجب على سبيل حتم اللزوم لابد من الإتيان به، ومن تركه بلا عذر أعذار الشرعية يبقى عند ذلك يأثم، يبقى ده واجب من ناحية الاصطلاح. لكن غير قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يبقى هنا قال لذلك قال ابن الخطيب رحمه الله معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض. يبقى كلمة واجب دي لا يقصد بها الواجب على المعنى الاصطلاحي عند أهل الفقه. قال أيضا نقيق عيد رحمه الله بيعترض على ذلك الأمر، قال ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة ومحتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الند وصيغة الوجوب على التأكيد، وقال وتأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى. قال أقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن ابتسل فالغسل أفضل. قال ولعل سند وسند هذه الأحاديث. ابن دقيق العيد رحمه الله بيقول ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وده أكثر أهل العلم على ذلك، غسل الجمعة على الندب والاستحباب، غسل الجمعة على الندب والاستحباب. قال هم محتاجون الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، اللي بيقول الكلام دوت بيحتاج ان هو يعتذر، ان هم طب انت لماذا لم تاخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفرضيه غسل الجمعه وجوب غسل الجمعه على كل محتمل، لماذا كيف تعتذر عن ظاهر زي هذه الروايه؟ يقول وقد اولوا صيغه الامر على الند، العلماء حملوا صيغه الامر هنا على الند، يبقى لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتلاء اذا اتى احدكم الجمعه فليعتزل، دي صيغه امر، والاصل في صيغه الامر انها تحمل على الوجوب اذا كان هناك قرينه صريفه، اذا كان هناك قرينه صريفه. فجمهور العلماء حملوا الامر هنا على الندب والاستحباب. قلنا ازاي حملوه على الندب والاستحباب؟ دايما بنؤكد ان بالنسبه للاحكام الفقهيه لما تيجي تستنبط ما بتستنبطش من روايه واحده بمعنى من الروايات الاخرى التي تكلمت بذلك الصدد، لكن بيتم تجميع الروايات وبعد ذلك بيتم استخراج واستنباط الحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليعتزل، ده فعل امر، والاصل فعلا فعل الامر لا يحمل على الوجوب، لكن جمهور العلماء حملوه على الاستحباب، وان بناء على تلك الروايه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قضى يوم الجمعه فبيع ونعمت، ومن ابتزل قال فالغسل افضل، يبقى فضل ومفضول، يبقى في فضل ومفضول، افضل صوره الابتسال، لكن لو تعمل قال فبيع اي اجزال، يبقى تجزئه الوضوء، فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الامر هنا هيحمل على الندب والاستحباب، يبقى من دليل الروايه اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الوضوء يجزئ لمن حضر الجمعه، والافضل ان يغتسل، الافضل ان يغتسل، يبقى الافضل فضل مفضول، بمعنى كده ان لو توضا يبقى وضوءه صحيح، يبقى وضوءه كده صحيح او يجزئه في صلاه الجمعه، لكن نقول فات عنه الفضيله، فات عنه الفضيله وهي الغسل. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أو إذا أتى أحدكم الجمعة فليبتزل، يبقى فعل الأمر ده يبقى على الندب والاستحباب، قلنا ليه على الندب والاستحباب؟ جمعا بينه وبين هذه الرواية. نقيق العيد رحمه الله قال وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، قال وتأويل ضعيف. إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى. قال إن كان المعارض راجحا على هذا الظاهر وأقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضى يوم الجمعة فيما ونعمت، ومن ابتسم فالغسل أفضل. قال لو عاد السند وسند هذه الأحاديث، هنا لو كان في تعارض وما فيش سبيل إلى الجمع، لكن دائما يقول العلماء لما يكون في روايات ظاهرها التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع،
النظر انت نادي جمع من الولاد. لو تم الجمع وكان في وجه للجمع بين ولاد يبقى بتقدم. دايما القاعده عند العلماء ان العمل بالدليلين اولى من العمل باحدهما. العمل بالدليلين اولى من عمل احدهما. بدل ما نسقط دليل ادله وفي وجه للجمع ما بينهم يبقى يتم الجمع. يبقى احنا عملنا بين او جمعنا بين الدليلين. ما اضطرناش دليل من الدليلين. فلذلك يبقى العمل بالدليل اقوى من العمل اولى من العمل بالدليل الواحد. فلذلك قال ربي جمع موجود. يبقى غسل الجمعه يبقى فعلا هو هنا خرج بصيغه الامر لكنها صيغه الامر دي للندب والاستحباب. يعني اصل صيغه الامر هي تحمل على الوجود لكن لما بنجي قرينه يبقى بنحولها من الوجوب الى الندب والاستحباب. والقرينه هنا موجوده من خلال هذه الروايه المذكوره في من توضا يوم الجمعه فهي نعمل وقد ابتدى فالغسل افضل. يبقى ده اكثر العلماء على ان غسل الجمعه سنة مؤكدة وليس بواجب على الحتم واللزوم أن يدخل من طرف هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قلنا على أساس أن الأحكام التكليفية يكلف بها الإنسان عند البلوغ فلذلك بأي حكم تكليفي نقول حكم تكليفي إذا ده مكلف أي أن الخطاب ده موجه الى مكلف والتكليف من شروطه ان هو يصل الى البلوغ لبالغ دون سن البلوغ يبقى على ذلك لا يجري عليه القلم يكتب له الحسنات ولكن لا تكتب عليه السيئات. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اولياء الصبي ان يامر ذلك الصبي بالصلاه السبع قال امرهم بالصلاه السبع واضربوا عليه العشر يبقى يفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرهم بالصلاه لسبع يبقى الطفل لما بيصل الى سن سبع سنوات هنامره بالصلاه. لكن الامر ده موجه الى الاولياء لان هو الطفل ده ما زال لم يصل الى سن التكليف لكن يؤمر بالصلاه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه لسبع واضربوا عليها العشر. يبقى هيعاقب عند 10 سنوات على الرغم ان هو وصل سن التكليف. يبقى ده نص الروايه يا ترى هنا ده مكلف هو غير مكلف يعني غير مكلف لكن ولي هذا الصبي مكلف بامر الصبي يبقى مكلف بامر الصبي لكن انت تامره. لذلك يبقى هنا لابد من الاب ان يعالج الاولاد في مساله الصلاه لان ده من عمل الاب يعني من عمل الولي يامره. يبقى هنا ايضا ويؤكد عليه هذا المعنى مش يجي الصباح كده يامره وانتهت أو مرة في الأسبوع مرة في الشهر نقول لا ده أنت المطالب منك أنك أنت تتعهد هذا الصبي وتسأله عن كل صلاة ومع كل صلاة بتأمره أن هو يصلي هذه الصلاة. قلنا ده واجب عليه يبقى واجب على ولي ذلك الصبي وأساسا هو مكلف بهذا الأمر. الصبي مش مكلف على الرغم أن احنا هنأمره بالصلاة لكن ده إن لم يصلي قلنا تفلت ولم يصلي يبقى لا يأثم لأن القلم لم يجر عليه بعد. يبقى رفع القلم عن ثلاثة على الصبي حتى يحترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصبي هنأمره بالوضوء. طب الوضوء ده هنأمره كحكم تكليفي ده أحكام تكليفية لكن من خلال القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبالتالي الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. يبقى من الحالة دي هنأمره يتوضأ. هل يا ترى كحكم تكليفي قلنا ما وصلش لسن التكليف لكن هنأمره من جهة هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والصلاه هي اساسا اذا لا تتم الا عن طريق ان هو الوضوء لانها غير مقبوله الا بوضوء. لا يقبل الله صلاه احدكم حتى يتوضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هو احكام تكليفيه. يبقى الصبي لما يامر بالصلاه بناء على امر الشارع فولي الصبي بيامره بناء على امر الشارع. انا مامور انا امر هذا الصبي فبامره فبنفذ الامر اساسا. وبالتالي يبقى نأمره أيضا بالوضوء ونعلمه الوضوء. يبقى نقول والله دي أصبحت في عهد ولي ذلك الصبي. هو يأمر الصبي بالصلاة ويتعاهد صلاة ذلك الصبي. يعني يتعاهد صلاة هذا الصبي. قلنا تتعاهد الصلاة يبقى خمس مرات في اليوم كده تتعاهد صلاة الصبي. قلنا في بعض الأحيان إن البعض كده بينظر إلى صبي صغير صغير هو غير مكلف فبالتالي نتركه ينام. يعني في الفجر مثلا بنتركه ينام ليه؟ لان هو مش مكلف. وقلنا شفقه الاب بتاخذه كده على الولد ان هو ازاي هننقذه في ذلك التوقيت.
فنقول الشجر خاصة لما يكون الجو فيه برودة شجر في الأرض، نقول لها دي أحكام، وبالتالي أنت مأمور حتى لا نأثم ونقصر في ذلك الأمر. وأن زي الطفل الصغير أمامه خمر بيشرب الخمر، المطلوب إن أنا أمنعه، المطلوب إن أنا أمنعه، هو لا يعلم ولا يدري أنها حرام، لكن أنا أدري أنها حرام فلابد من منعه. وأن زي ما الأب بيمنع ولده لو لعب بالكبير مخافة إيه أن يحرق، يبقى هنا في الحالة دي بتمنعه ليه؟ لأن في مضرة ممكن تبقى ملحقة به. كذلك ده نهي، نهى ربنا سبحانه وتعالى أو حرم علينا الخمر، فالصبي لو شرب الخمر يبقى لا يأثم، لكن واجب على ولي الصبي إن هو يمنعه من ذلك وإلا يأثم. يبقى أنا أأثم للتقصير إن أنا دفعته أو طردته حتى يفعل ذلك المنكر. هو ده منكر بنقول الأحكام الشرعية فيه عقوبة، فيه إثم، لكن ده لم يجر عليه قلم، فكان ذلك على ولي الأمر. يبقى ولي أمره يمنعه من شرب الخمر، ولي أمره يمنعه من التختم بالذهب إن كان صبيا، ولي أمره بيأمره بالصلاة. فنقول مش هنمر بالصلاة كده أصلي يا ابني، لا ده أنا لازم أتعالجه، كنا خاصة في هذه الأوقات، يعني نقول له لا خاطب الفجر، قلنا شفقة، نقول لك إن الشفقة ليست في محلها. الشفقة ليست في محلها، قلنا الأب كده لو أصيب الولد بنقول بداء، الداء ده هيحتاج إلى بطل مثلا يعني القدم او اصبع الاصابع، ماذا نفعل؟ يبقى الاب هيمسك الولد حتى يبطل ذلك الاصبع. يقول طب يا ترى في مكان شفقه؟ الشفقه الاب يتركه؟ لا، ده من شفقه الاب ان هو هيبطل له ذلك الاصبع حتى يعني يصح باقي البدن. يبقى ده الحال اهو، يقول له لو الاب ما عندوش شفقه مسك ابنه حتى يجرى له ذلك الجراحه في بطن مثلا القدم او غير ذلك، نقول لا ده لصالح ايه؟ داخل البلد وصالح الولد، ودي شفقة الأب اللي تفعله إن هو يفعل ذلك، وشفقة الأب تدفعه أن يوقن الولد في ذلك التوقيت، أقول بروده أو غير ذلك، ده توقيت معلمه إن هو أساسا لابد أن يتأدب مع شرع ربي سبحانه وتعالى، علمه إن دي توقيت إن الصلاة هذه المؤمنة كتابا موقوتا، يبقى ده تدريب وتعليم، إذا الولد عندما يشوف يبقى في الحالة دي يؤكد على ذلك المعنى، إن هذا توقيت الصلاة. وبالتالي يترك النوم والخروج للنوم والراحه والدفء كل شيء، وان حتى يقوم يصلي لربه سبحانه وتعالى. فنقول دي شفقه ليس في محلها، مع الرب دي الظاهر كده انها شفقه، لكنها شفقه ليس في محلها. انت مامور بذلك الامر، ما نقولش والله ان انا اثم واترك الولد ينام، ده يبقى ما فيش مجال لهذا الامر، ما فيش مجال ان انا يعني نضع هذه الاثام على اثامنا، لكن ننفذ ذلك الواجب الذي امرنا به. فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، يبقى كحكم تكليفي، يبقى سواء كان ندب واستحباب أو كان على الوجوب، نقول كحكم تكليفي يبقى لا يكلف به إلا وصل سن التكليف، لكن نقول على ولي ذلك الطفل إن هو يقوم بدفعه والصلاة أيضا وإلى الوجوب. بالضبط كده زي المرأة، المرأة ممكن تتزوج قبل أن تصل إلى سن المحيط طالما كانت تتحمل الوصف، يبقى المرأة نقول انها تتزوج حتى لو لم تصل الى سن المحيط طالما كانت بدل المراه يتحمل ذلك الوضع. فنقول هذه يعني امراه تزوجت قبل ان تصل او بنت تزوجت قبل ان تصل سن المحيط، وان الله البدن بتاعها يتحمل ذلك الامر، فالزوج يجامعها، يبقى واجب عليها غسل ايه؟ غسل الجنابه، غسل الجنابه، لان غسل الجنابه ده حكم تكليفي، لكن اذا من جهه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قلنا لان لابد من رفع هذه الجنابه عشان تغتسل، عشان تصلي. يبقى يامرها بالاغتسال، قلنا الامر ده حكم تكليفي، نقول لا، ده من ناحيه القاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لانه لا يجوز ان تصلي بهذه الجنابه. فنامرها طالما ان الصلاه لا تصح الا بعد رفع الحدث، فنامرها بالغسل من الجنابه، قلنا ليس كحكم تكليفي ولكن من ناحيه هذه القاعده. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قلنا الاحكام التكليفيه هذا خطاب موجه الى المكلف، خطاب موجه الى المكلف، فلذلك قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. قال هو البالغ، هو البالغ، قلنا لان دي الاحكام التكليفيه اساسا مخاطب بها البالغ. ثم ذكر روايه عن حفصه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم راح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. يبقى قال على كل محترم راح الجمعة، يبقى هنا بيذهب إلى صلاة الجمعة، على كل من راح الجمعة الغسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب.
يبقى نقول متى يصح غسل الجمعة؟ امتى بيصح غسل الجمعة؟ هل قبل النزول لصلاة الجمعة مباشرة ولا متى يصح غسل يوم الجمعة؟ اليوم أساسا يبدأ من الفجر، غسل الجمعة ده لغاية حده، لغاية حضور الصلاة، بعد الصلاة مش هتغتسل للجمعة، لأن الغرض منها إن إحنا بنغتسل للجمعة، لصلاة الجمعة، فلو بعد صلاة الجمعة يبقى فات التوقيت، لكن ده ترى ابتداء التوقيت من إمتى؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر ده بداية اليوم، لذلك إحنا بنصوم أيام رمضان إزاي؟ يبقى بنمسك قبل طلوع الفجر، لأن الصوم إمساك من طلوع الفجر لبدء الغروب، يبقى ده اليوم بأكمله، هذا هو اليوم، وبالتالي يبقى اللي اغتسل بعد طلوع الفجر يبقى ده هيعد غسل جمعة، فإنه اغتسل في يوم الجمعة، وفي بداية اليوم، لكنه هذا يعد غسل جمعة، ونقول بيمتد لغاية يعني لغاية الإنسان لصلاة الجمعة، بعد الجمعة طبعًا مش هيبقى غسل جمعة، رغم إن هو اغتسل في يوم الجمعة لكن الغرض منها للذهاب لصلاة الجمعة. فلذلك أبو داود رحمه الله قال إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنبي. قال على كل محتمل رواح الجمعة، يبقى مكتوب أو فرض صلاة الجمعة على كل إنسان مكلف إن لم يكن من أصحاب الأعذار التي يطرح من خلالها الجمعة والجماعات، وإن كان مريضا إن كان مسافرا، يبقى نقول إن ده عضو من الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعات، تسقط بها الجمعة لكن مش هنعرف يصليها، طبعا إيه؟ ظهرا، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، ومن طبعا الشاهد من الكلام وعلى كل من راح الجمعة الغسل. قال وهذا الحديث عام مخصوص منه الضعف في صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا غير ذلك وإن كانوا بالغين. يبقى نقول وعلى كل من راح الجمعة الغسل، أو إذا اغتسل رجل وجنوب أجزاء من غسل الجمعة وإن أجنب. قال الحديث ده عام، يبقى على كل من راح الجمعة الغسل، هذا حديث عام مخصوص منه البعض في ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وان كانوا بالغين. يبقى نقول لأننا عذر مسقط الجمعة والجماعات، يبقى المرض وكذلك السفر، يبقى دي كلها أعذار بتسقط من خلالها الجمعة والجماعات، لكن لو صلى الجمعة أجزأته، لو صلى المسافر الجمعة، الإنسان سافر مثلا إلى بلدة ما لمهمة، فعلى ذلك مكث في يوم الجمعة. ونقول هذا الإنسان هيفصل في صلاته، لو الحق أو الرخصة في إن هو يفصل في صلاته، فعلى ذلك وترك الجمعة، طب لو صلى الجمعة تفصل، إنه زي المرأة، المرأة غير مخاطبة بصلاة الجمعة، بحضور المسجد وصلاة الجمعة، فإن أتت المرأة إلى المسجد في يوم الجمعة وصلاة الجمعة تفصل، ولا تطالب عند ذلك بصلاة الظهر، أجزأت، يبقى لكنها غير مخاطبة بذلك. قال ابن داود رحمه الله إذا اغتسل رجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة أجزأت. قال أما قبل طلوع الفجر فلا، لأن طلوع الفجر أول يوم شرعا، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزى عن الجمعة، لأنه اغتسل قبل مجيء الوقت. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزي غسل واحدة للجنابة والجمعة، الشاهد إن غسل الجمعة بيبدأ من طلوع الفجر، يبقى لو كان إنسان كده عليه جنابة ولكنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يبقى يجزي عن غسل الجمعة؟ قال يجزي. البعض قال إن غسل الجنابة لا يجزي عن غسل الجمعة، فالمسألة بالنظر، يا ترى هل لها علة؟ هل غسل الجمعة ده عشان العلة فيها إزالة الرائحة حتى إن ذهب إلى هذا الاجتماع لم تصدر منه رائحة كريهة؟ ولا غسل الجمعة ده حكم أمر تعبدي؟ لو إحنا قلنا إن غسل الجمعة ده أمر تعبدي يعني غير معلل، يبقى في الحالة دي يغتسل غسل الجنابة لا يجزي عن غسل الجمعة، يغتسل الجنابة ويغتسل الجمعة. قلنا لا، ده أمر تعبدي، ولو قلنا ده أمر معلل العلة فيه كما ذكر البعض لقطع الرائحة التي ممكن تصدر من الإنسان، لأن ده اجتماع يجتمع له الناس فيقطع الرائحة التي ممكن تصدر من ذلك الإنسان عرق أو غير ذلك، فقال إن هو اغتسل الجنابة، لما اغتسل الجنابة خلاص هتقطع الرائحة، فبما هنا في الحالة دي غسل الجنابة يجزي عن غسل الجمعة. يبقى لا غسل الجنابة يجزي عن غسل الجمعة، ولا غسل الجنابة لا يجزي عن غسل الجمعة، يبقى بالنظر هي ده أمر تعبدي ولا ده أمر معلل؟ اللي قال العلة يبقى غسل الجنابة يجزي، اللي قال لا ده أمر
امر تعبدي يبقى نقول ان ايه غسل الجنابه لا يجزي، يبقى بيلزمه ان يغتسل ايضا للجمعه. يعني كما بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. قلنا البعض قال ان ده ذكر العله، قال لانه لا يدري اين باتت يده، لو كان في الحاله دي لف خرق على يده او كان مقيد اليدين، فهو لو كان في الحاله دي ممكن يضع ايده في الاناء، قال والله لو كانت هي دي العله يضع ايده في الاناء. قالوا لا، ده هو اصلا ذكر هذا ولكنها مش هي دي العله، ده امر تعبدي. قالوا لو قام حتى لو كان مقيد اليدين يبقى هنا لا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه. يبقى احنا قلنا ده امر، يعني الامر التعبدي اللي قاله حتى لو كانت ايد مقيده بالليل وعارف يطمئن تماما انها لم تغطش في ذلك المكان، يبقى مامور ان هو يغسل ايديه ثلاثا ايضا. والبعض قال انا معلل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العله وقال اتعرف فانه لا يدري اين باتت يده، انا اعلم بقى اين باتت يدي. يبقى في الحاله دي قالوا ده لو كانت دي العله والحكم يدور مع العله، فعند ذلك قال ان هو لا يغسل اليدين خارج انها ثلاثا طالما كان مقيد اليدين او يعني كان واعيا ان يده لم تغطش في ذلك المكان. هنا نفس القضيه، يبقى غسل الجمعه ده انقطع رائحه ولا غسل الجمعه ده يبقى تعبدي؟ لو تعبدي يبقى غسل الجنابه يمسي عنه، يبقى نقول قطع رائحه يبقى غسل الجنابه يمسي عنه. فلذلك قال ابن المنذر رحمه الله يعني اكثر ما يؤخذ عنه من اهل العلم يقولون يجزي غسل واحده للجنابه والجمعه، يجزي غسل واحده للجنابه والجمعه، وقلنا على اساس ان ده امر ايه معلل. امتى يبتدي غسل الجمعه؟ قلنا بيبدا من طلوع الفجر، اللي ده بدايه اليوم. الافضل لما في فرق ما بين يجزي، فرق ما بين افضل وقت نغتسل فيه الجمعه. يبقى زي ما نقول الانسان بعد شاء فرض قيام الليل. نقول والله يجزي ده قيام الليل. طب يا ترى لو اجله الى اخر التوقيت هذا افضل التوقيت. لكن الوقت نقوله قيام الليل وقت متسع كده. كل ما بيقترب الفجر كل ما بيكون افضل. لكن هذا لا يمنع ان الاول قيام الليل بعد صلاه العشاء. هنا نفس القضيه، غسل الجمعه نقول الوقت بتاعه مفتوح من طلوع الفجر لغايه ذهاب الانسان الى الصلاه. افضل توقيت للغسل هو قبيل الصلاه. قلنا عشان دائماً قطع الرائحه تماما، دائماً قطع الرائحه. يبقى هنا في الحاله دي افضل توقيت، لكن لو اغتسل بعد صلاه الفجر بعد طلوع الفجر نقول يجزي في الحاله دي. لو كان ساعه عليه جنابه اغتسل قبل طلوع الفجر نقول هذه غسل الجنابه لا يجزي عن غسل الجمعه. اغتسل بعد طلوع الفجر نقول غسل الجنابه يجزي عن غسل الجمعه. ان كان الامر ايه معلل، ان كان الامر معلل، لكن افضل توقيت يبقى هو ان اغتسل قبل الذهاب للمسجد حتى نطمئن ان الرائحه قد انقطعت تماما، ونرجو الكلام ان الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.